فتش. خلينا نعمل إشي عملي. خلينا ناخذ فيكتور نفترض انه بي بي في الريفرنس تبعه كان احداثياته زي هيك. يعني نفترض انه بي بالنسبه لبي كان 3 و2. اوكي، اجيت سالت السؤال انا بي بالنسبه لاي شو بيساوي؟ اف ثيتا بتساوي مثلا 30، خليها 30 درجه. اوكي، مش بقدر اسال هذا السؤال. هلا بنعمل اللي انت بتسال عنه. فشو بصير عندي؟ هلا صار عندي هاي 30، كوساين ال 30 قديش؟ بصير عندي هلا الروتيشن بي بالنسبة لأيه؟ ورح نهمل الزد هلا مش هيك من هون؟ قديش كوساين ال 30.866 جذر 3 على 2؟ مظبوط؟ فبصير هذا جذر 3 على 2. كوساين ماينس كوساين ال 60 بصير عندي ناقص نص، مظبوط؟ وهذا بصير نص، وهذا جذر 3 على 2 مش هيك؟ فصار عندي هلا خلص، هلا بصير عندي بي إيه هذا الفيكتور نفسه اللي هو نفس طول الفيكتور ونفس المكان بالضبط، اسمه في عالم ايه شو صار؟ راح يصير جذر 3 على 2. بالعكس ايش بالعكس؟ فيكتور 2 فوق 3 عشان بنضربهم بالمتريكس بيطلع ارتب يعني؟ والله ما بعرف ابراهيم، مش متاكد انت كثير من الكلام، صح؟ ما بيأثر عشان الارقام يعني يطلعوا. طيب اضربوا لنا هلا، اذا جذر 3 ب2 راح نضرب هذا هلا في هدول التنين مش هيك؟ جذر 3 في 2 على جذر 3 على 2 في 3 ناقص نص في 2 مش هيك؟ بتصير ناقص 1. هاي واحدة من الإحداثيات، والإحداث الثاني راح يكون هذا مضروب في هذا، فراح يصير عندي نص في 3 واحد ونص زائد جذر 3 على 2 راح يصير جذر 3. مظبوط؟ مظبوط الأرقام تبعتنا؟ أعطيني الرقم هذا خلينا نطلعه حتى يبين الرقم الحقيقي. 1.8 قديش؟ 1.8 وهذا 3.2. ماشي واضح؟ هلا نفس الفيكتور، بس هذا كان اسمه في الفريم ريفرنس بي، في الفريم ريفرنس اي صار هذا الطول. اوكي ماشي واضح؟